مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الأحد 12 سبتمبر؟ اليوم القمر مرافقنا من برج القوس ابتداء من الساعة 11:30 الظهر قبل الظهر توقيت بيروت الصيفي. بيوصل لبرج القوس وبيتحسن الجو بشكل كتير كبير للأبراج النارية، طبعا القوس بالطليعة، أيضا مواليد برج الحمل ومواليد برج الأسد، مواليد برج الميزان كمان ومواليد برج الدلو. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل، مواليد برج الحمل تتغير الأمور وبتصبح الأمور كتير حلوة، ويمكن يكون اليوم هو أول يوم جميل من أول أسبوع حتى الآن. كوكب الزهرة بيعطيكم تأثيرات جميلة جدا إذا كنتم من مواليد 18-19 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، الجو أريح من يوم الجمعة ويوم السبت، الأجواء حلوة، الأجواء أرتب، الأجواء مساعدة لكم ومريحة مطمئنة. راحت هالغيمة اللي زعجتكم شوي، راحت اختفت وصرتوا بموقع فلكي أفضل، صار في إمكانية أنه يكون في حوار مع الآخرين، حوار لطيف وحلو جدا. بالنسبة لبرج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء اليوم هو يوم متقلب. أنا قلت لكم أنه اليوم هو يوم متقلب من امبارح، وقلت لكم أن الأجواء بدكم تنتبهوا لأنه معقول تكون حذرة، واليوم يمكن يكون من أكثر الأيام تعبا أو أقلها حظا، فكونوا حذرين خاصة 26-27 أيار مايو. كمل مع برج السرطان، اليوم مواليد برج السرطان الجو ليس سلبيا لكن منه بحلاوة اليوم السابقين. الأجواء اليوم تحمل لمواليد برج السرطان نوع من تكملة ومتابعة لشغل اليومين السابقين. يوم أحد رح بيكون شوي طويل لكنه ليس سلبيا. بالنسبة لبرج الأسد، أكيد الأجواء اليوم حلوة كتير عند مواليد برج الأسد، الأجواء مسلية، بتتسلوا، بتفرحوا، بتنجحوا، بتتقدموا. إذا أولادكم عندهم منافسات أو شو ما كان، اليوم نهار ناجح لإلهم. وبالنسبة لشغلكم بيكون نهار ممتاز، بتتقدموا، بتربحوا، وبتسمعوا أخبار سارة جدا. منكمل مع برج العذراء، مواليد برج العذراء وجود القمر في برج القوس صحيح هو بمربع مع برجكم لكن منه سلبي، بخليكم هالقمر ترجعوا لبيوتكم، ترجعوا لدياركم، ترجعوا لذاتكم، تفكروا بحالكم، بالامور اللي بانتظاركم. الاجواء عندكم شوي بتحمل نتفة قلق لكن الاجواء ليست سلبية، بالعكس قد تحمل مبادرة او حل لكم على صعيد شخصي. هلا المزعج هو كوكب المريخ لانه موجود ببرجكم، فكونوا حذرين مواليد 21-22 سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان، مواليد برج الميزان يوم سريع، يوم نشيط، يوم ديناميكي، يوم بيحرك كل الامور وبيحركها على ذوقكم. في سرعة، في سرعة، في سرعة خاطر، في سرعة بديهة، وفي سرعة جسدية وفكرية، بتساعدكم بالدرس، بالشغل، بالعمل، بكل شيء. وكوكب الزهرة الموجود ببرجكم عم بيودعكم، والأكثر حظا بالتالي هي 22 أكتوبر. كمل مع برج العقرب، اليوم نهار جيد جدا جدا لمواليد برج العقرب، أضف إلى ذلك أنه كوكب الزهرة عم بيساعدكم. مواليد برج العقرب اليوم نهار كل شيء بتشتغلوه تقريبا بيزبط، كل شيء بتتمنوه تقريبا بيزبط، أجواء رائعة بترافق مواليد برج العقرب كل نهار، والأكثر حظا بعتبرها اليوم مواليد 23-24 أكتوبر. كمل مع برج القوس، مواليد برج القوس ومع وجود القمر ببرجكم ما في شيء أسرع منكم، ما في شيء أقوى منكم، ما في شيء أكثر حظا منكم. مواليد برج القوس أنتم أقوياء، أنتم بتفرجوا قديش أنتم بتثبتوا للي حاولوا أنه يقولوا عنكم أنه منكم منيح، منكم شاطرين، منكم قوية باليومين اللي مرقوا. فيكم اليوم تثبتوا للجميع أنكم أقوياء وأنتم الرقم الأصعب. كثير مهم اليوم هذا، اليوم هذا اليوم لمواليد برج القوس لأنه بيحطكم تحت الأضواء وبيعطيكم فرصة ثمينة جدا لتكونوا الرقم واحد. ننتقل لبرج الجدي، اليوم نهار بطيء لمواليد برج الجدي، يعملوا حساب أنه الأمور فيها تباطؤ وفي بعض الالتباسات وفي بعض شوي زهق، فيمكن شغلكم يتأخر، فعملوا حساب، انتبهوا أغراضكم ما تضيع، انتبهوا أنتم ما تتأخروا على شغلكم، تضيعوا الترين، تضيعوا المترو إلى آخره، فكونوا حذرين.
كمل مع برج الدلو. مواليد برج الدلو اعتبر هذا اليوم مختلف عن اليومين اللي مرقوا. اليوم في تسلي، تتسلوا، تفرحوا، حتى لو قاعدين لحالكم الجو بيسليكم، الجو ما بيزعجكم، الجو بيخليكم تفرحوا وتنبسطوا بحالكم ومع الناس من حولكم، وبالتالي بيسمح هذا الجو انه يكون نهار بناء جدا. لكن كونوا حذرين. 28 29 كانون الثاني يناير، الاكثر حظا 13 14 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت اعتبر هذا اليوم متقلبا جدا، متقلبا جدا، وانا قلت لكم ما تتركوا شغلكم لليوم اذا امكن. مواليد برج الحوت يمكن تكونوا مزاجيين، يمكن تكونوا زعلانين، يمكن تكونوا حساسين زياده عن اللزوم، فكونوا منتبهين لهذه الامور وما تنجرفوا وراء تحديات استفزازات الاخرين، خاصه مواليد 17 18 اذار مارس، وبضيف عليهم 11 12 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له مولود اليوم هيدي سنه بتفكروا فيها بامور عائليه، بامور شخصيه، بتقلباتكم، وين بدكم تروحوا، وين بدكم تجوا، تغيروا بيتكم، تغيروا مكان اقامتكم، درسكم، جامعتكم، في كثير من الامور اللي تفكروا فيها، حتى امور صحيه بتبلشوا تفكروا لمستقبلكم. سنه جيده جدا. سبتمبر اكتوبر نوفمبر كانون الثاني يناير شباط، وأيضا شهر أيار مايو من أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد. إلى اللقاء. باي باي.